هذه الوصفة برعاية زيت زيتون سيرجيلا. كزبرية بالزيت تكفي 4 أشخاص. المقادير: نصف كيلوغرام بطاطا مقشرة ومقطعة إلى مكعبات، لتر أو 4 أكواب زيت نباتي، 5 ملاعق طعام زيت زيتون سيرجيلا بكر ممتاز، ربع حبة فلفل خضراء مقطعة إلى مكعبات، ربع حبة فلفل خضراء مقطعة إلى مكعبات، كوب أوراق كزبرة طازجة، 5 فصوص ثوم مقطعة إلى شرائح، بصلة مقطعة إلى مربعات، ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة خلطة البهارات 7. طريقة التحضير: نسخن الزيت النباتي في طنجرة ونقلي فيها البطاطا دون أن تتقمر، ثم نصفيها. نسخن زيت زيتون سيرجيلا في طنجرة أخرى ونقلب فيها البصل حتى يذبل، ثم نضيف الثوم ونقلب لدقيقتين، ثم نضيف الفلفل الحمراء والخضراء ونقلب لدقيقة أخرى. نضيف البطاطا والفلفل الأسود وخلطة البهارات 7 والملح ونحرك جيدا، ثم نضيف ريقات الكزبرة ونقلب جيدا قبل التقديم.